والله من خلال البراكتسنج بتاعي وممارستي بحس ان اطفال كتير جدا من الاطفال اللي بيجولي عندهم تسوس بدايه العمر او تسوس الرضاعه، ده بيكون نتيجه ان الاطفال بتشرب الحليب اللي في المرضعه بالليل طول الوقت، يخلي الاسنان بتاعتهم طول الليل زي ما نكون حاطينها جوه او وسط شجري او مسكر، بيخلي السنان تتاكل بسرعه لان بينتج عنه حمض بياكل في الاسنان طول الليل. يعني في تسوس وفي تسوس رضاعه غير؟ تمام. شو الفرق؟ السن اللي بيظهر فيه كل نوع من انواع التسوس واماكن ظهور التسوس نفسه. زين، في مشاكل اخرى غير التسوس تجيكم؟ التسوس هو المشكله الرئيسيه عندنا اللي بتؤدي الى حاجات تانيه كتير، كلها طبعا بتؤدي الى وجع او بين اللي بيخلي الاهالي تيجي تطلب المساعده مننا. بس هو اساسها التسوس اللي بيجي عن طريق بكتيريا. البكتيريا دي موجوده عندي وعند حضرتك وعند معظم الاطفال، بس النوع اللي عندي غير اللي عند حضرتك غير اللي عند الاطفال التانيين. جميل. البكتيريا دي هي المسؤوله عن التسوس للاطفال. ممكن تتنقل من الام لابنها عن طريق الممارسات الخاطئه نتيجه الاكل، زي ما الام تحط شويه اكل تحطهم في بقها قبل ما تحطهم في بق طفلها، فعن طريق كده بتنقل بكتيريا منها للطفل من غير ما تاخد بالها. البكتيريا دي هي المسؤوله عن انها بتتغذى على بقايا فضلات الاكل اللي موجوده حوالين سناننا او الحليب في المرضعه، بينتج عنها نتائج الاخراج بتاعتها بتكون حمض، الحمض ده بيسبب تاكل الاسنان. يعني كانت تقولي لي احنا مسؤولين عن تسوس اسنان اطفالنا، يا بتسوس الرضاعه بالطريقه اللي نخلي فيها المرضعه موجوده، مظبوط، او بطريقه التغذيه نفسها. تمام. يعني اطفال براءه موضوع الحلويات ما لها علاقه. الحلويات لها علاقه طبعا، الفريكونسي بتاعتها، عدد مرات تناول الحلويات للاطفال، وقت تناول الحلويات. احنا طبعا ما نقدرش نمنع الاطفال انهم يتناولوا حلويات، بس نقدر نوعي الاهل ازاي يتحكموا في كميه الحلويات ونوعيتها وامتى نديها للطفل. لازم قبل النوم بساعتين نوقف كل حاجة فيها سكر للأطفال، عصير، كيك، أي حاجة فيها سكر مع طحين ممنوعة قبل النوم بساعتين. يفضل تكون فواكه طبيعية، زي لو الطفل عايز ياكل ممكن برتقال ممكن تفاح، لأنها فيها نسبة سكر قليلة عن بقية الفواكه التانية. المصاصات، الحلويات ممنوعة، نقدر ناكلها الصبح أو بعد الظهر لحد الساعة 6 أو 7، أول ما الشمس تنزل نوقف اكل حلويات للاطفال خالص. انا برجع بس يعني ناخذ تفاصيل اكثر عن موضوع تسوس الرضاعه، لان انا صراحه اول مره اسمع هالمصطلح هذا، تشرحي لنا اياه كيف يستوي يعني؟ تمام، تسوس الرضاعه من اسمه هو بيجي نتيجه الطريقه غلط للرضاعه، ما اقدرش امنع الام انها ترضع ابنها مرضعه، لانه بيجي كمان للاطفال اللي بترضع من الرضاعه الطبيعيه من الام. مشكلته ان احنا بنرضع اولادنا واحنا نايمين، بيفضل طول الليل على ثدي امه بيرضع، او الام بتحط البيبرونه في بق الطفل طول الليل. المرضعة. تمام. المرضعة بتحطها في بق الطفل طول الليل. ده بينتج عنه كأننا حاطين السنان جوه بيسين او بول من السكر. ايوه. لبن الام فيه سكر اللاكتوز، اللبن الثاني او اللبن المرضعة فيه السكروز، الاثنين سكر، الاثنين بيسببوا تاكل الاسنان. ازاي بيسببوا تاكل الاسنان؟ البكتيريا اللي في بقي وعند حضرتك وعند اطفالنا كلها زي ما احنا بناكل، هي بتاكل الاكل بتاعها هو الحليب او اي بقى اكل، اي حاجه فيها سكر ينتج عنها ايه نتيجه اخراج الاكل ده؟ اسد. الحمض ده هو الخل، زي الخل بتاعنا القوي جدا، طول الليل احنا حاطين السنان جوه خل. تاكل الاسنان او تسوس الرضاعه بيجي في اسنان معينه، كل الاسنان ما عدا الاسنان اللي تحت الاربعه الاماميات لانهم بيبقوا متغطين باللسان، فاللسان حاميهم. فالباترن ده احنا نقدر نميزه كويس قوي اول ما الطفل يجي يقعد عندنا، من سنه ومن شكله.